السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة ودايما عامر. نفسي بجد نغير كده إيه بعض الثقافات بتاعة الجواز بتاعتنا، خصوصا اللي عندهم بنات. فكرة إن البنت أول ما تكبر شوية عايزين نجوزها، طب هي لسه في إعدادي ولا في ثانوي؟ لا، أهم حاجة تروح بيت عدلها، والأم يبقى عندها مثلا 30 سنة، بنتها لسه عندها 10 سنين وتقول لك إيه، أنا بحلم باليوم اللي أشوفها فيه في الكوشة. ليه يا بنتي؟ تبقى عيالة صغيرة وجايبة كوباية مية لخالتها تاخدها منها وهي بتقول لها عقبال ما نشرب شربات فرحك. شربات ايه بس ونيلة ايه؟ دي عيالة صغيرة طفلة لسه. طبعا الكلام ده كله بيتغرس في نفسية البنت من وهي صغيرة، فبتبقى ما ملهوفة على الجواز هي واهلها، والنتيجة ان اي حد معدي في الشارع يبقى جوز بنتي، اي حد جايب بوكي ورد ويجي يبقى عريس. النتيجة بقى الكوارث اللي احنا بنشوفها وبنسمعها في البيوت نتيجة الاختيار الغلط. موضوع مهم جدا هنتكلم فيه مع ضيفنا الشيخ احمد المالكي من علماء الازهر الشريف. اهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب يعني ستر والصحة. خلينا الحمد لله وكفى، وصلي اللهم وسلم وبارك على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى واله المستكملين الشرف. اما بعد، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم أمين. كل الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده واقع، وأعتقد السادة المشاهدين اللي بيشوفونا سواء في الريف ده واقع بكثرة يعني كاثرة. تلاقي البنت ممكن تتجوز عند يعني أعرف ناس تتجوز 15 سنة اللي هو الزواج العرفي، ويكتبوا وصل أمانة، وبعدين لما تبلغ السن القانوني يبدأوا يروحوا عند المأذون أو ما إلى ذلك، وبيحصل مشاكل خاصة عند الحمل وما إلى ذلك. وبعض الناس أول ما يجيب السن القانوني 18 سنة يبدأ يجوزها على طول. هو في النهاية الأب أو الولي ده يبدأ لا ينظر إلى الدين، لأنه عنده عدم اهتمام بالدين أصلا. ممكن بيتجوزها من باب التخلص منها، إن هو بيقول إيه يعني حمل ومزاح بقى من عليا، ما انه ما يعرفش ان الحمل بيزداد بعد ذلك. واحد بينظر الى اصل فلان ما شاء الله مبسوط، واحنا ممكن ما يجيناش حد زي كده تاني، والولد غني وفاتح مش عارف ايه وبتاع، طيب فيجوزها. يبقى ينظر الى المال، الى مال زوجها ده او الراجل الخاطب ده، او ربما ينظر ده ما شاء الله في منصب وبتاع وحاجه زي كده، فينظر الى الوجاهه، هو عاوز كده. ممكن الولد اللي جاي ده هو ليس عنده دين، لا يصلي اصلا، يعني ممكن يبقى قاعد قدامه ظهر وعصر ومغرب وعشاء ولم يركع لله ركعه واحده. خلي بالك انت يوم القيامه ربنا هيوقفك كده يوم القيامه وهيسالك انت ازاي جوزتها لرجل لا يعرف ربه، يعني الراجل ده ما يعرفش ربنا سبحانه وتعالى، فكيف يعرف حق ابنتك؟ يعني دي واحده. الحاجه الثانيه، ممكن انسان سبحان الله العظيم يكون بيشرب مخدرات او ما الى ذلك، بيتعاطى شيء وهو عارف كويس الكلام ده، ويقول لك عادي ما الشباب كلها كده، فيجوز بنته، فبنته يحطها في التهلكه والعياذ بالله. شوفي في صحيح مسلم ان فاطمه بنت قيس رضي الله عنها، وفاطمه بنت قيس امراه صحابيه جليله، كانت جميله وكانت ذا عقل الراجح، ومن ضمن الناس فاطمه بنت قيس بالمناسبه دي اللي اجتمع فيها أصحاب الشورى الستة بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر جعل الخلافة في ستة، قال اختاروا منهم، هم قعدوا بقى في بيتها، في بيت ستنا فاطمة بنت قيس. جوزها طلقها ثلاثة بالثلاثة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل لها سكنة ولا نفقة، لكن قال إذا حللت فآذنيني، لما تخلص العدة إيه قولي لي. فراحت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، آذنت رسول الله، يعني أخبرت رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الوقت ده خطبها مين؟ خطبها سيدنا معاوية بن أبي سفيان. في الوقت ده معاوية بن أبي سفيان كان فقيرا، فقير النبي قال عليه لفظة تدل على شدة فقر معاوية في الوقت ده، لكن معاوية بعد كده فتح الله عز وجل إيه؟ فتحت له الدنيا سيدنا معاوية رضي الله عنه. واحد تاني اسمه أبو جهم، وأبو جهم أحد الصحابة أيضا، وأسلم عام الفتح، وكان أبو جهم من ضمن الناس، بس كان فيه شدة، هو وولاده فيهم شدة وفيهم عصبية شديدة جدا، وكان معظما في قريش مقدما فيهم، وأسلم عام الفتح سنة 8 هجرية، ومن ضمن الناس اللي دفنوا سيدنا عثمان بن عفان بعد مقتل عثمان رضي الله تبارك تعالى عنه.
ومات في عهد معاويه، لدرجه ان هو لما دخل على سيدنا معاويه بن ابي سفيان قعد جنبه على طول، يعني الكرسي بتاع معاويه راح قعد جنبه على الكنبه، ومعاويه امير المؤمنين. فاداله 100,000، شوفي بقى معاويه اللي كان اللي هو فقير اللي احنا هنتكلم كان فقير قبل كده، فاداله 100,000 امير المؤمنين. فاستقلها ابو جهل، قال له لا ده قليل، ايه 100,000 دي؟ فاستقلها. المهم معاويه وابو جهم رضي الله عنهما خطبوا مين؟ خطبوا ستنا فاطمه بنت قيس، فقالت للنبي عليه الصلاه والسلام، فقال اما معاويه فرجل ترب لا مال له، ايده للارض معهوش حاجه، نفط. وفي روايه فصعلوق، صعلوق دي على فكره مش شتيمه، مش شتيمه، امال هي ايه؟ صفه كاشفه، كاشفه انه لا يملك، الصعلوق الذي ليس معه شيء، ما عندوش فلوس وما عندوش حد يميل عليه كده ياخد منه. معاويه بقى ما فيش كده خالص، فده معنى الصعلوق. قال فرجل ترب لا مال له، واما ابو جهم هو قال لها كده، معاويه لا، معاويه ايه ده معهوش فلوس. يبقى اذا النبي عليه الصلاه والسلام ينظر ايضا الى ايه؟ ان الراجل يكون معاه فلوس يقدر يصرف عليها، بس ويكون ايه؟ دين طبعا. طب دين ومعهوش فلوس، يبقى المراه تنتظر الى رجل يكون معاه دين وفلوس، ما فيش الا هو ده، يتوكل على الله خلاص. طب الراجل الثاني مين؟ ابو جهم، ماله ده؟ قالوا ابو جهم ده فضراب للنساء، وفي روايه لا يضع العصا عن ايه؟ عن عاتقه، على طول ما الكلمه بالضرب، فضراب للنساء. فالنبي نهى، وهنا بنقول كلمه للرجاله اللي على طول يا اما اللفظ الطلاق يا اما ايديها سبقاها قبل بقها، اتقوا الله عز وجل. فالنبي قال لا اوعي تتجوزي دول. طب امال اتجوزي؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام ولكن اسامه بن زيد. فهي اول ما سمعت اسامه بن زيد فراحت قايله ايه بايديها كده، اسامه اسامه كده يعني، ها كانها يعني تتعجب. فقال النبي عليه الصلاه والسلام طاعه الله ورسوله خير لك. اسمعي كلام النبي عليه الصلاه والسلام، فتزوجته فرزقها الله مالا كثيرا وخيرا كثيرا، فاغتبطت رضي الله تبارك وتعالى عنها. النبي هنا لما نظر، نظر الى ايه؟ نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى الدين. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا جاءكم من ترضون ايه؟ دينه وخلقه. يبقى لا ينظر للمال بس، مع ان المال له اعتبار، بس مال دون دين، واحد معاه فلوس لكن ضراب للنساء، واحد معاه فلوس لكن يتعاطى المخدرات، واحد معاه فلوس لكن لا يصلي الصلوات، لا يعرف ربه سبحانه تبارك وتعالى، طب ده هنعمل فيه ايه ده؟ ولذلك انا معلش قبل ما ناخد الاتصال، طب ناخد بس اتصال عشان هي مستنيه من اول ماشي الحلقه، يلا بسم الله. وبعدين نرجع نكمل، لسه عندنا وقت. سامي اهلا يا سامي. لو سمحتي اتفضلي. لو سمحتي اتفضلي معاكي. انا بترجاكي، امي كتبت الارض باسم اخويا، اخويا دي كانش بيقطعنا ابدا، وكان بيخش علينا مواسم اي ظروف كان يخش علينا، وكان بودنا عندي ما اتجوز، لا عاد بيعرف حد ولا عاد بيخش على حد. وقبل ما يتجوز امي كتبت له الارض باسمه والبيت باسمه. فليه اخ في الغربه عشان بتقول له اكتب انت واخد بيت جراط واخوك واخد بيت جراط ونص، اكتب لاخوك جراط. عشان كده جلاس وقف لها بقاله شهر يحارب فيها ويخش عليها البيت من فوق السطح ومن اي مكان يخش، وكسر لها الشبابيك، دخل عليها كسر لها الفليزر وبهدل لها الدنيا، والاخر في المتمه راح داخل عليها هو واخوه، لما هم الاثنين مع بعض اللي قاعدين في البيت اللي في العزبه، ضربوهم وبهدلوهم وطردوهم وشال العفش، العفش بتاعهم رموه بره كله. رموا عفش مين؟ رموا عفش امي قاعده في بيت اخويا اللي بره اللي في الغربه، اللي هي اخت الغربه. فهي بتقول له اكتب جراط لاخوه كامل، هو البيت مش عامل 110 متر. فبتقول له ايه زي ما انت واخد جراط واخوك واخد جراط ونص، اكتب لاخوه جراط. مش عاجبه الكلام ودخل بهدلها ورمى العرش وكسر اخته، لاخته في البيت مطلقه ومعاها ولد معوق ومعاها بنت عندها 6 سنين، دخل عليهم ده شملهم وهراهم ضربه وبهدلهم. والناس يستغيثوا من الشبابيك يلحقونا يا ناس، هاتوا اي حد يحوش عنا يقوموا يطردوهم ويقفوا لهم على الباب ويحوشوهم ويقول لهم ارجعوا ارجعوا، ده احنا هنا ببعضينا. نفسي عم الشيخ يعمل اي حاجه ولا يقول اي حاجه للناس اللي هي الجشعه اللي بتاخد اراضي الناس كده، تاخد بلطجه يعني. هي مسامحتك وجالت لك خد وكتبت لك كل حاجه بارادتها، هي غلطانه. فبتقول لك
بتقول لك اكتب لاخوك. هي غلطانه ولا ايه رايك انت؟ هي غلطانه اللي كتبت له الارض باسمه. يعني الحاجات تبقى ميراث بعد الموت تتقسم شرع ربنا صح؟ هي جلعت هم اخوات وحلوين مع بعض، مفيش حاجه جت مع كده. الايام جت مع الايام النفوس تعبت. طب وفي الاخر طمع. البنات بقى كمان كده مش هياخدوا حاجه، طمع. فلو لا راضي يكتب لها البيت بتاع اخوه اللي هو البنيه بشجاه وبهدلته في الغربه، ولا راضي يكتب لها حاجه. في الاخر هي سابت البيت وراحت قعدت عند بنتها في الزجاجيك، وهي الثانيه قاعده متلطمه هنا، وابوه متبهدل رخر في وسطهم ولا عارف يعمل حاجه ولا قادر عليهم. والناس اللي بتيجي بيقولوا لا ده اصل ابصر كانت عاوزه تدي لمين، لا ده ابصر عاوزه تدي لمين، تدي للعفريت، تدي للجد. اكتب حاجتك اخوك له. ماشي يا حبيبه قلبي ماشي. طيب هو مش الغلطه فاهم في الاول من الاول ان الام كتبت الارض والبيت باسم واحد من ولادها. كويس. هو الواحد من ولادها ده هي على الكلام يعني ان هو كان كويس معاهم، فهي حست ان هو حنين يعني هيبقى كويس مع اخواته، راحت كاتبه الحاجه باسمه عشان هم اخوه يعني يبقى هو واخواته حلوين مع بعض. طبعا ده غلط. هو كده هيبقى كويسين مع بعض؟ ما بقوش كويسين. هو طمع بقى. طيب طمع وراح ضرب مامته واخته طيب. وكسر يعني بيت اخوه اللي في الغربه في وقصه كبيره. القصه في البدايه تدل على قله الدين وقله دين. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الناس دي ما عندهاش ثقافه دينيه اصلا. صح. دي واحده. ان الام لو عندها ثقافه دينيه هتعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان احد الصحابه جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وقد اعطى بعض ولده، واراد ان يشهد النبي، والحديث عند مسلم، اراد ان يشهد النبي صلى الله عليه واله وسلم على ذلك، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: اكل ولدك نحلته او اعطيتهم، يعني انت اديت كل ولادك؟ فقال: لا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على الجور. هذا هو الأصل. الأصل إن الإنسان عند في العطية يعطي الأولاد. العلماء اختلفوا، طب هو يدي للذكر زي الأنثى ولا للذكر ضعف الأنثى؟ خلاف بين الفقهاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم، اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب انت عشان هو يبقى كويس مع بعض، عمر ما ده كان يبقى كويس مع بعض، يعني تعطي لولد من الاولاد دون الاخرين وعاوزه اخواته يبقوا راضين؟ يعني اخويا في بين لحظه، ها، بين عشيه وضحاها يبقى مالك ارض وانا مش مالك ارض مع انه هو اخويا. طب انت فرقتي ليه؟ التفريقه دي كلها تسالين عنها يوم القيامه، يعني ربنا سبحانه وتعالى. طب انا عملت غلط؟ اه طبعا. ولذلك نحن نقول لا يجوز للإنسان أن يكتب كل ماله لأحد أبنائه. وبعدين أنت تكتب ليه؟ هو أنت عارف العمر في إيه؟ أنت عارف أصلا القدر مخبي إيه؟ مش ممكن واحد، وأنا القصة دي سبحان الله أنا رأيتها، يعني شفت القصة دي، إن واحد كان بيشتغل برة وجه وعمل، بيقول له عملت 6-7 مليون جنيه وبنى بيت وعمارة وبتاع، وكتب لابنه الكلام ده، ابنه وحيد ما حدش تاني، ابنه وحيد، فكتب ده، وفي الآخر الولد طرده برة البيت، فقاعد في الشارع. والله يا أستاذة دعاء لا يملك من أمر الدنيا شيئا. لا حول ولا قوة إلا بالله. بقاله قد إيه كده قاعد في الشارع؟ سنتين 2. لا حول ولا قوة. سنتين 2. عمل فلوس كتبها باسم ابنه في النهاية، الوحيد طرده. طب وأنت قاعد ليه كده؟ ولذلك هذا لا يجوز في شريعة الله تبارك وتعالى. الولد بقى اللي أخذ المال ده لازم يعرف إن أنت يا ابني كتابة الأرض دي كلها باسمك أنت، هذا لا يصح، ده لا يجوز أصلا. طب وبالتالي أعمل إيه؟ رجع الأرض لوالدتك مرة تانية، أو قسم الأرض على مين؟ على إخواتك بالمعروف. ربنا يهدي. ولا أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. إزاي حضرتك؟ الحمد لله حبيبتي. ممكن أسأل الشيخ على حاجة؟ اتفضلي يا فندم. حضرتك دلوقتي في ورث بيني وبين أختي في شقة، فهي احتاجتها عشان مطلقة وكده، فاحتاجتها إن هي تقعد فيها، بس انا الورث اللي هو بيني وبينها ان انا اخد نص الفلوس بتاعه الشقه، تمام؟ فانا خدت نص الفلوس، بس انا عارفه ان الفلوس ديت مش حلال. ليه مش حلال؟ انا يعني مش حلال، ما يعني جوزها كان عامل حاجه كده واتحبس بسبب الفلوس ديت. مالكيش علاقه يعني جوزها كان يعمل في شيء بالحرام يعني؟ جوزها من غير تفاصيل يعني الفلوس بتاع جوزها حرام. مش عايزين تفاصيل. هو مش تفاصيل، هو الفلوس اللي جوزها انا مش عارفه ياخد الفلوس من جوزها، وهي عموما انا مقطعاها، هي ماشيها يعني ربنا يصلح حالها، ماشيها مش كويس. طيب هو الفلوس اذا انتقلت ليكي، شوفي اللي جمعتها
الفلوس الفلوس لما اللي تنتقل جمعتها عشان ليكي. تخلصني مش حلال. اسمعي طب الإجابة. طيب هي الشقة هتفصل مثلا وليكن مثلا 200,000 مثلا على سبيل المثال، انت 100 وهي 100 مثلا صح؟ مثلا على سبيل المثال، الفلوس بتاع جوزها هي حرام على زوجها لكن مش حرام ليك انت، انتقلت من الحرمة الى الحل خلاص كده، فانا هدفع فلوس مالكيش علاقة. مين اللي هيسأل يوم القيامة؟ هما جوزها. جبت الفلوس منين؟ جبتها من حرام هيتسأل، وجابها من حلال برضه هيتسأل. انفقها ملناش علاقة بقى، هي انتقلت ليكي دلوقتي، هي اصل هي حرام له، هو حرام ليه، هو الفلوس حرام عليهم هم. عليه هو. طيب تنتقل ليك انت، انا مالي يعني، انا واحد فاتح محل مثلا وببيع، جه واحد انا عارف ان الراجل ده تاجر مخدرات بيشتري مني، انا مالي، انا فلوسي دي داخله لي انا، اصبحت داخله لي انا حلال، لكن عليه هو ايه؟ حرام. عليه المغرم. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ سيدنا ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه، قال لنا المغنم وعليه الايه؟ وعليه المغرم. يعني هو ياخد الذنب ويروح في داهيه لكن انا مالي. انا مالي. نعم بالظبط. منار اهلا وسهلا. منار معايا؟ اهلا. اتفضلي. ايوه اتفضلي يا حبيبتي. عايزه اسال الشيخ سؤال. اسأليني بس ممكن توطي التلفزيون خالص يعني. قولي سؤالك بقى يا منار. طب حاولي تكلمينا تاني. شكرا يا منار. معانا صفا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا شيخ احمد؟ الحمد لله. ربنا يجعل الحمد ورضا يا رب. انا يكرمك. عندي سؤال وادعي لكم دعاء. صفا صديقه البرنامج، اهلا يا صفا. شيخه صفا. كيف يتدرج الانسان في طريق الطاعه حتى يصل الى الاستقامه؟ ماشي يا حبيبي. كيف إيه؟ يتدرج الانسان لحد الاستقامه؟ حد انا عايزه ادعي لكم. حاضر. ربنا يجعلكم من اهل النعيم. امين. ويسركم طول الطريق. ويفتح عليكم بالفهم الواسع ويحفظكم من كل عين. اللهم اجعلكم من اهل الاخلاص ويسعدكم على الدوام وحل وقتكم بالايمان ونجيكم من النيران يا رب العالمين. اجمعكم مع سيد الانام ومتعكم بالحكم والعمرة كل عام ويسر لكم العسير وارزقكم اليقين. اللهم سلمكم من كل ضيق وألهمكم الهداية والتوفيق ونور قلوبكم بنور الطاعة وعينكم على الذكر كل ساعة واجعلكم من أهل الشفاعة. اللهم آمين يا رب. يا رب نحن وأنتم السادة المشاهدين يا رب. ربنا يبارك فيك يا رب. هو سؤال مهم جدا. الإمام الهروي رحمه الله يا أستاذة دعاء له كتاب اسمه منازل السائرين. منازل السائرين في 100 درجة، من ضمن ده كيف يصل الإنسان إلى درجة الاستقامة. ففي درجات كده يبدأ. أول حاجة من الحاجات دي أن يتعرف إلى الله تبارك وتعالى، يعرف من هو رب العالمين، فيبدأ يعظم رب العالمين في القلب. يبقى أنا بعظم رب العالمين، فإذا ما عظم العبد ربه استجاب له، فإذا ما استجاب له أحيا الله رب العالمين قلبه. ولذلك بعد المعرفة دي يبدأ العبد إذا ما عرف ربه تاب. تاب عن إيه؟ عن كل الذنوب، عن كل الأثام، لأنه خلاص تعرف إلى الله عز وجل. فبدأ ربنا سبحانه وتعالى معظم في قلب من؟ معظم في قلب العبد. فالعبد لا يلتفت يمنة ولا يسرة إلا والله رب العالمين أمامه. هو اللي هو يصل إلى درجة دي، اللي هو أن يعبد الله كأنه إيه؟ كأنه يراه. فإن لم يكن يراه يعني فالله رب العالمين يراه. يبقى دي قضية. الحاجة الثانية الاستقامة، لما نيجي ننظر في كتاب الله تبارك وتعالى نلاقي الآيات رب العالمين يقول للنبي عليه الصلاة والسلام فاستقم كما أمرت. أنا هاجي عند كلمة كما أمرت دي، ورب العالمين يقول إن الذين قالوا ربنا الله، يبقى التعرف إلى الله عز وجل هو مش قالوا بس بالقول، لا هم تعرفوا إلى الله. يعني أنا لما أسأل السادة المشاهدين ماذا تعرف عن ربك، ماذا تعرف عن أسماء الله، ماذا تعرف عن صفات الله تبارك وتعالى، كيف تدعو ربك سبحانه وتعالى، يبقى قالوا ربنا الله ثم استقاموا في آيتين، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عند الآية الثانية
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبقى قالوا ربنا الله ثم إيه؟ ثم استقاموا. يجي سيدنا أبو بكر يتكلم إزاي أستقيم يا أبا بكر رضي الله عنه، فيقول ألا تشرك بالله شيء. يبقى قضية المعرفة، إزاي تتعرف إلى الله، تعظم ربك في قلب. يجي سيدنا عمر، روح مدخلنا على حتة تانية اللي هو كما أمرت بقى، يقول إيه بقى؟ يقول أن تلتزم بالأمر والنهي. يبقى تشوف ربك قال إيه تعمله. وقال لك ما تعملش يبقى ما تعملش. سيدنا النبي قال لك اعمل تعمل، ما قال لك ما تعملش ما تعملش، يبقى تلتزم بالامر والنهي. فاذا ما التزمت بالامر والنهي عملت ايه؟ وصلت الى حد الايه؟ الى حد الاستقامه. طيب احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا. أنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر، وهنبدأ حلقتنا كده. احنا هنبدأ الحلقة يا شباب بأول تقرير. طيب احنا لسه معنا تليفونات وبعد كده نشوف التقرير. طيب احنا معنا تليفون، مين مستنينا؟ عزة. ماشي، اهلا وسهلا. أهلا يا حبيبتي، عليكم السلام، اتفضلي. بقول لحضرتك أنا والدي الله يرحمه متوفي بقاله 5 سنين. الله يرحمه. الله يرحمه، رحمه الله. وإحنا عندنا بيت وأخويا خلاه كتبه قبل ما يموت ب5 شهور غصب عنه. أكبر غلطة الحاجات دي. وبعدين واحنا كان عندنا برضو حتة أرض 100 متر. وبعدين والدي الله يرحمه كان متردد جدا انه يكتب البيت ده لأنه حرام. ايه؟ قولي حضرتك بتقولي ايه تاني؟ فبعدين قال له خلاص طالما انت بقى البيت وكده فإن الأرض دي لإخواتك البنات. يعني باباكي كتب لأخوكي البيت وقال له الارض لاخواتك. فبعد ما والدي مات الله يرحمه فجه. هو ممكن حضرتك توطي التلفزيون؟ قال لي، فبقول لي يلا عشان نقسم الورث. فبقول له ورث ايه؟ مش انت خدت البيت؟ فبعدين بيقول لي لا انا ليا في الارض بالاثنين. بالاثنين يعني؟ فانا طبعا اعترضت وقلت له لو قادر تشيل شيل، انا كده هشيل ايدي وانا عايزه حقي من عند ربنا. فانا كده انا عايزه اسال الكلام ده من 5 سنين حرام عليه، لان فعلا والدي كتب البيت غصب عنه لدرجه بعدها تعب ووالدي حالته اتدهورت ومات. طيب معلش، هو والدك لما كتب البيت ده كان عمره كام سنه؟ بس انا عايزه اعرف ان ده حرام على والدي ان هو كتبه غصب عنه؟ هو بيتعذب ولا ايه؟ غصب عنه يعني اخوكي ضغط عليه يعني؟ اخوكي ضغط عليه عشان يكتب له البيت؟ هو في حائل بيننا وبينها. مش عارف، انت اخوكي فضل يضغط عليه؟ غصب عليه عشان يكتب له البيت. غصب عليه. طيب وبعد كده كان والدك مريض في الوقت ده ولا كان كويس صاحي يعني بصحته؟ انا مش مسموع. الو عزه سامعاني؟ طب هي باباها كتب البيت لاخوها وبعدين قال له طب سيب الارض للبنات، لما الاب مات الولد قال لهم لا هورث في الارض برضه. هو هيورث في الارض يعني؟ هو من 5 سنين. هو كده كده هيورث في الارض. لكن اللي عمله باباكي صح ولا غلط؟ غلط. يعني خلينا نقول في الحكم الفقهي في المساله، احنا عندنا اقوال لا يجوز. يا جماعه افهموا، احنا هنتكلم في الهبه ان شاء الله، ممكن نعمل لها برضو حلقات في المساله دي. لا، في اقوال، القول الاول لا يجوز للانسان ان يكتب وهو في عين حياته كده لأحد من أولاده.
ولكن لو اعطى يعطي على السويه او للذكر مثل حظ الانثيين. هذا خلاف. القول الثاني بيقولوا يجوز ان الانسان يكتب لاحد اولاده في حياته لكن جزء من ماله مش كل المال. والدليل على ذلك ان سيدنا ابو بكر الصديق كتب لعائشه رضي الله تبارك وتعالى عنهم ارضا ودون بقيه الايه بقيه الاخوه، لكن سيدنا ابو بكر خدها منها بعد كده. ليه؟ لان السيده عائشه ما حطتش ايدها ايه على الارض، فكانها لسه في ملك مين؟ في ملك ابي بكر الصديق رضي الله عنه. وبالتالي احنا لو خدنا بالراي اللي هو بيقول يجوز للانسان ان هو يكتب لبعض ولده، بس ايه؟ قالوا جزء من المال دون ايه؟ يعني جزء من المال بس مش المال كله. يعني واحد عنده مثلا 10 فدادين، فقال والله انا هدي نص فدان للواد ده، اصل تعبان معايا وشقيان، في شروط وضوابط في المساله دي، قالوا يجوز. المهم يبقي مالا يتوارث فيه الايه؟ يتوارث فيه الورثه. فاللي عمله الوالد قضيه بقى ان هو غصب عنه. يعني ايه غصب عنه؟ يعني لو كان الوالد في حالة المرض اللي مات فيه فهنا الكلام ده لا يصح، لكن لو هو كان صحيح وكتب الكلام ده وهو في كامل قواه العقلية وبعد كده مرض فقالوا هنا يصح. لكن يعني ايه غصب عنه؟ يعني مكره، يعني الولد أجبره، يعني حاطط سكينة على رقبته. يعني لو عمل الكلام ده ففعل المكره لا يصح، فعل المكره إلا إذا أجازه. يعني مثلا واحد قال لي هتكتب ولا ايه؟ فغصب عني انا خفت، ما هيضربني هيموتني، فانا كتبت. وبعد ما كتبت واحد بيقول له ما تزعلش من ابنك، خلاص انا سامحته. فاجازه بعد ذلك، يبقى ده ايه؟ صحيح. وبالتالي اللي عمله الوالد ده انا ما اعرفش يعني ايه مكره، يعني ايه غصب عنه. وبالتالي احنا في القانون لو كتب له الكلام ده وسجله في الشهر العقاري فهذا ملك مين؟ ملك الولد. طب وهو يورث في الارض؟ ايوه يورث. كلكم بقى تورثوا فين؟ تورثوا في الارض. معانا حنان، اهلا وسهلا. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مدام؟ ازيك يا حبيبتي، اتفضلي. الله يسلمك. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله في نعمه. انا عايزه اسالك دلوقتي على حاجه، بس سؤال كده. بنتي عندها 27 سنه وكل ما يجي لها عريس بيمشي. عايزه دعاء بس تقوله لها ان هي تستجيب لي، وهي بتصلي وعارفه ربنا معاه بكالوريوس نظم ومعلومات وحافظه القران. ما شاء الله، هي حافظه القران؟ دعاء كده من عندك. طيب خليها وهي حافظه القران في سوره القصص وهي عارفه الايه دي، رب اني لما انزلت الي من خير فقير، جزء من ايه في سوره القصص، رب اني لما، ايوه رب اني لما انزلت الي من خير فقير. طب ثواني بس هديها لك هي تسمع منك الايه. ربي انزلت، رب اني لما انزلت الي، دي الايه دي بتاعت الرزق كله، كل انواع الرزق. نعم دي آية الرزق، كل أنواع الرزق، يعني اللي عايز رزق. ربي أنزلت، ادهالي ادهالي، اديني البنت، هاتي بنتك. ربي أنزلت من سورة القصص. سورة القصص رأي اللي ودانا البقرة. آية كام؟ معرفش آية كام، حاجة تقريبا حاجة وعشرين تقريبا. ماشي، يعني في دعاء تاني غير كده؟ هي تكرر ده بس بيقين، وان شاء الله ربنا يكرمها مع الدعاء مع الاستغفار. ماشي، هي بتصلي وحافظه المصحف وحافظه القران وبتصلي كل وقت والفجر والاحد. خلي بالك من لو صلت على سيدنا، استاذه بتذكرنا ما شاء الله عليه، يعني كثره الصلاه على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام جالبه للرزق. كل ما يجي يعني يتقدم حد يروح ماشي يا دكتور. قلت اما اسالك كده على دعاء. قلت 24 حاجه كده. آية 24 سورة القصص. آية 24 سورة القصص. آخر آية، آخر جزء كده في الآية، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هتلاقي الآية اللي بعديها فجاءته إحداهما. فهي تكرر ده كتير إن شاء الله بإذن الله. وأنا ماشي. ربنا يكرمك يا رب. كان ليا صديق وأنا في الجماعة اسمه أيوب. بيقسم لي بالله، هو كان من البحرين يعني. خطب 49 مرة. ويرد. قعد يكرر الدعاء ده شهرين اتنين. فجت صاحبة أخته وقالت لها انا عاوز اتجوز اخوك يا ايوب. سبحان الله. وتزوج وبتاع وخلف وما شاء الله باذن الله تعالى. في واحده كنت اعرفها فقلت لها قولي الدعاء، فقالت الدعاء واتجوزت. بعد 6 شهور فبقول لها ايه الاخبار وجوزك؟ قالت الحمد لله قلت الدعاء واتجوزت واتطلقت. الحمد لله. كله خير. طيب احنا معانا تليفون؟ خلاص فصل.
يلا هنطلع فاصل ونرجع لكم مشاهدين. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر، وطبعا مرحب بيك مرة تانية شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب الستر والصحة لينا جميعا يا رب. اتفضل. أقول ولا تقولي؟ لا اتفضل حضرتك. طيب أنا عاوز أحكي موقف، يعني الموقف ده مهم جدا. إني سبحان الله العظيم كنت بتكلم، ودي حقيقي فعلا، تكلم مع بعض الناس على قضية الخير وفعل الخير وما إلى ذلك، وكل حد كان من الناس دي بيشتكي هما، يعني يشكو هما، واللي عنده كرب واللي عنده. فقالوا إحنا حوالي 3 أو 4 هنجمع من بعض ونكفل أسرة فقيرة. وبالفعل هم ماشيين على الحال ده بفضل الله عز وجل. طيب تعال بقى نشوف بعد كده، هم حصل عندهم عدة ابتلاءات بعد الموضوع ده. يعني هم بدأوا يدفعوا الفلوس شهرياً وحصل الابتلاءات، وكأنه ربنا بيحطهم في اختبار صعب جدا. عامل زي الإنسان اللي أول ما يصلي دخل الجامع الجزمة بتاعته اتسرقت، قال طب أنا إيه اللي جابني صلي؟ طب والله ما أنا مصلي تاني. هو اختبار، هو اختبار، هتكمل ولا مش هتكمل؟ هو كذلك الأمر، بدأوا يدفعوا فلوس، وبعدين بعض الناس حصل لهم ابتلاءات شديدة جدا جدا، لدرجة إن هم بدأ أحدهم يعني بدأ يروح عند الطبيب، وفي جلسات علاج طبيعي، والجلسة ب 500 جنيه وبتاع، فحاجة كده تكلفة عالية عليهم. ها ايه الأخبار يا جماعة؟ انتوا في اختبار، اوعى حد يتراجع، ده في اختبار. وكأن الله عز وجل كما قال ربنا سبحانه وتعالى في أول سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا عادي كده يعني وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. تمر الأيام يا أستاذة دعاء وتلاقي رب العالمين يفتح عليه، تلاقي فيه فتح. طيب الفتح ده جه منين؟ وكأنه ربنا اختبركم فنجحتوا بفضل الله، انتوا حصل لكم اختبار فنجحتوا في الاختبار، فأغدق الله عز وجل فحصل الغبطة بقى. يعني سبحان الله، فتح الله رب العالمين لكم باب رزق واسع. ما كانش حد فيهم يتخيل. منين ده؟ خلي بالكوا ده من الخير الأولاني، انتوا مريتوا بالتجارب دي، اختبار نجحتوا بفضل الله، صبرتم فأجرتم على الصبر، نجحتم في الاختبار فنجحتم بفضل الله، خدتوا ثواب وخدتوا درجات كبيرة جدا، ثم بعد ذلك فتح الله عز وجل لكم باب الايه؟ باب الرزق. هو ده اللي احنا عاوزين نتكلم فيه، ان اي تقرير من تقارير مؤسسة فذكر، اللي هو اي خير جاي لك، اي خير جاي لك، لابد ان انت تغتنم الفرصة، تشبث به، قول انا اساعد ولو كل شهر. صدقني والله العظيم كل ذلك سيكون في ميزان حسناتك. وبعدين الحديث واضح، انفق انفق ايه؟ انفق عليك. تعال بقى يا شيخ احمد نشوف اول تقرير ومؤسسه فذكر ونرجع. من ايام بسيطه كنا موجودين هنا، جينا شفنا الحاله بنفسنا بعد ما اتبعتت لنا في مؤسسه فذكر. كان محتاج حاجات كتير، قالوا لنا مش ما عندوش سقف، ما عندوش ميه، عياله عنده 5 قاعدين في نار الصيف اللي
بتتم عن طريق بتشوفوا بعينيكم كل حاجه بتتم. قريب عم ابراهيم مع المايه تدخل ان شاء الله. محتاج حاجه تاني لاي حد بيشوفك؟ ان شاء الله. احنا ده كده انت تشكر وتمام الحمد لله كده. يعني اللي بيشوفنا تقول ايه مؤسسه فذكر دول بيعملوا؟ والله الحمد لله الحمد لله الله يستركم. يعني صراحه ربنا صادقين في كلامكم وبتعملوا اكتر من اللازم برضه. الله بارك. يعني احنا قلنا اوضه وصاله عملت لنا يعتبر اوضتين وصاله بالزياده كمان. الله بارك. الله يبارك له وحق يعني الله يبارك له. الله بارك. الحمد لله ده فضل ربنا علينا الحمد وفضل لله. ثقتكم فينا وبنوعدكم اكتر كل ما هتساعدونا وايديكم في ايدينا هتلاقوا مؤسسه فذكر في كل مكان. احنا واخدين قريه فقيره في محافظه بني سويف وقلنا قريه فقيره مع اهلنا مش هتبقى فقيره هتبقى غنيه باهلها وده اللي بنعمله. مش هنسيب بيت مش هنسيب حاله الا باذن الله ننزل نتاكد ونعملها على طول ان شاء الله. شارك معانا واتصل بينا على الارقام التاليه 012-77-67-98 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. بيفرح كده لما يكون في انجاز ولما المشاهدين بيتفاعلوا مع الحالات ويطلعوا من الصدقه علشان يفرحوا غيرهم. خلينا نقول بس ان مؤسسه فذكر يعني ماشيه في الطريق مع الازمات الاقتصاديه اللي موجوده عند الناس والناس بيبقى الدخل ممكن بيقل شويه الغلاء ومع ذلك هي بتحاول قدر الامكان في جهد بيحصل في جهد مستمر بفضل الله تعالى. الفلوس اللي بتيجي بيحاولوا يعملوا بيها حاجه. الراجل الحمد لله السقف اتعمل في مده وجيزه جدا لكن في النهايه هو محتاج ان الحاجه تكمل اكتر من كده. محتاج وصلات ميه مواصله ميه محتاج يتظبط له الكهرباء محتاج فرش محتاج اللي هو يمحروا له البيت. يعني احنا بنمشي بنتكلم في حياه كريمه يعني هي حياه كريمه. نحن لا نطلب اللي هو الرفاهيه ولكن احنا بنتكلم خير الامور اوسطها او اواسطها كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو احنا بنتكلم في حاجيات اللي هو يبدا الانسان يبقى يعيش هادئ النفس بفضل الله تبارك وتعالى لان ده بيؤهله ان هو وده الاساس بتاعنا يا اخواننا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الانسان لما يبقى هادئ النفس بفضل الله الحياه على الاقل كريمه متوفره له يبدا يطيع ربه سبحانه وتبارك وتعالى كما ينبغي. وبالتالي كل ده بيكون في ميزان الايه في ميزان حسنات الانسان الذي تصدق وساعد على ذلك. ان كل ركعه والله بيركعها في ميزان حسنات الذي تصدق. كل وضوء بيتوضاه زي ما الذنوب تتناثر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام مع قطر الماء او اخر قطر الماء كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فكذلك الامر ذنوبك انت كمان الصدقه دي تكفر عنك الايه تكون سبب في تكفير الذنوب والسيئات. أنا بشكرك شيخ أحمد وبشكر مشاهدينا وهسيب مشاهدينا مع آخر تقرير خير في حلقتنا النهاردة ومؤسسة فذكر وحالة عم رشاد. والحمد لله بفضل الله المؤسسة قدرت أن هي تجيب له الكرسي الكهربائي وفي دخل شهري كده يعني أو مبلغ شهري لعم رشاد 1000 جنيه كل شهر لحد إن شاء الله لما نقدر بقى أن احنا نعمل ده قريبا جدا خلال أيام إن شاء الله هنجيب لعم رشاد على الاقل في المدخل بتاعه الكشك بيحتاج الى تصاريح وبتاع لا في المدخل بتاعه قلنا نعمل في المدخل بتاعه نجيب له بضاعه بفضل الله تعالى يبدا هو قاعد على الكرسي كده وقاعد جوه المدخل والناس بتعرف وهي عارفين حاله عم رشاد كويس جدا يقدروا يروحوا يشتروا منه وربنا يرزقه ان شاء الله. طيب هنشوف التقرير وان شاء الله نقدر ان احنا نساعده هو واسرته. النهارده بنعيش فرحه حقيقيه، فرحه عم رشاد لما طلب مننا اللي هو عايز حاجه ياكل منها عيش. يسترزق منها، قال انا نفسي في حاجه بقاله، كشك صغير. فاهل الخير بالتعاون مع مؤسسه فذكر الحمد لله قدرنا ان احنا نجيب له الحاجات اللي كان بيطلبها وعايزها، حاجات بقاله يبتدي بيها مشروعه عشان يكسب بالحلال. ومش احنا اللي بنختارها وبس او واقفين عشان نتاكد ان كل جنيه بيتصرف بيروح في مكانه، احنا معانا ابنه هو اللي بيختار الحاجه وما شاء الله عليه، تاجر صغير، عارف كل حاجه وعارف الاسعار كمان. وعشان كده النهارده هنعيش الفرحه الحقيقيه وتشوفوا بنفسكم اهل الخير ومؤسسه فذكر بيعملوا ايه.
ايه رايك؟ يعني بصراحه فرحان جدا. والله والله فرحان جدا، وربنا يا رب يخليكوا لي ويكبر بخاطركم يا رب زي ما تكبروا بخاطر اولادي وبخاطري. والله فرحان جدا جدا جدا. والله انا اللي فرحان النهارده بقى يا رشوان. وبقول للساده المشاهدين يعني مؤسسه فذكر بصراحه يعني بتعمل معايا كتير، انجازات كتير. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. جابت لي عجله متحركه، بقيت اعرف اتحرك، جابت لي مروحه حتى كنت طايق نفسي، يعني جابت لي بضاعيات اللي انا اقعد اللي انا اعتمد على نفسي واعرف اجيب الجنيه لاولادي. فالحمد لله رب العالمين، والبركه بردك في يعني مؤسسه فذكر. ربنا الاول ثم مؤسسه فذكر سبب من الاسباب بردك اللي هي تجيب لي الحاجات ديت، والبركه بردك في اهل بلدنا بردك اللي بتساعدني، ويعني ناس محترمه جدا وكويسه. ومؤسسه فذكر ما استخسرتش فيها اي شيء. طيب اللي ما يعرفش قصه عم رشاد هنقولها سريعا. عم رشاد الراجل الطيب ده كان عايش مع مراته، الأنبوبة ضربت فيه، مراته توفت ربنا يرحمها، هو جات له نسبة إصابات 85% فيما أعلى كمان، بدون دخل بدون أي شيء. ابتدت حكايته، بعت لمؤسسة فذكر، ابتدينا معاه خطوة بخطوة. نفسك في إيه؟ كان كفالة شهرية، زائد اللي كان نفسه في كرسي متحرك جاله كرسي متحرك. آخر مرة جينا له، إيه رأيك في الكرسي المتحرك؟ طب أنا نفسي في مشروع بقى، عشان أنا مش عايز كفالة من حد وعايز أبتدي إيه أعتمد على نفسي. ربنا قدرنا والحاجة جت. صح؟ مظبوط. عياله ان شاء الله هما الاثنين ربنا يطرح له فيهم البركه، جمال ومتربيين بمعنى الكلمه، وربنا انعم عليه اكتر اللي عياله ما شاء الله يعني تجار صغيرين، واقف معاهم وبيحاسب لي كل حاجه ومدركين وعارفين دي تمنها كام ومكسبها كام. صح يا معلم؟ يعني مكسب علبه الشيبسي كام كيس؟ مكسبها 20 جنيه. 20 جنيه اهو، هو حافظ ما شاء الله. ربنا يطرح له فيه البركه، وبشكر كل واحد من اهل الخير اللي شارك وساهم مع مؤسسه فذكر، عشان الراجل الطيب ده احنا مجرد ربنا بيبعت، احنا وسيله ربنا بيوصلنا اللي احنا خده ده للراجل ده. فاحنا كلنا بنساعد بعض وكلنا بنقف مع بعض، وخصوصا لما يكون القصه بننزل نشوفها ونتاكد مره واثنين وعشره هو فعلا يستاهل وهو اولى وهو ما يستناش. ناس كتير بتكون عايزه وناس كتير تستاهل، بس مين الاسرع ومين اللي احنا لازم ما نستناش على طلبه؟ هو عم رشاد وغيره وحالات كتير قوي. كل ما حضراتكم بتثقوا فينا اكتر وبتساعدونا اكتر، مهمتنا ممكن نعرف ننجزها. بدل ما تقعد معانا شهور هتقعد معانا ايام، وممكن ما يتقالش عليها اسابيع، وممكن ايام وساعات بمعنى الكلمه. عم رشاد مكملين معاه المشوار، وعم رشاد مش هنسيبه. الحاجه دي اللي حضراتكم شايفينها هتتحط اولا في باترينه صغيره مؤقتا، خلال ايام بسيطه برضو هتتحط في كشك قريب جدا على بعد خطوات من بيته. الكشك ده حضراتكم هتشوفوه مره تانية، وهنشوف هو بيعمل ايه وحاله عامل ايه ومحتاج ايه تاني مع عم رشاد. انت محتاج ايه تاني بقى؟ انا والله يعني قاعد بالاجاره يا استاذ يونس، وحضرتك انا شايف ان انا عليا مكسور عليا 9 اشهر ايجار، وحضرتك نفسي اقعد في لو في عشه ما حدش ياخد يطلب مني ايجار. انا واولادي نفسي استر اولادي، لو احطهم في عشه بس ما حدش يقول لهم حاجه، عشان لو جرى لي حاجه، لو مت جرى لي حاجه وسبتهم فما حدش يقول لهم بره. بس نفسي عمي عمر رشاد عليه ان مفهوم عارف ده كان ينفع يتقال ولا لا. صاحب البيت عارف اللي جاله مروحه، فقال له انت معاك فلوس بتجيب مروحه اهو يا عم وبترتب على نفسك، ما تدفع التسع شهور اللي عليك. طبعا هو ليه حق وليه فلوس ايجار، بس اللي ما يعرفوش واحنا بنعلنه قدام حضراتكم ان المروحه اللي جايه له من اهل الخير. يعني هو ما معهوش فلوس، هو نار الصيف بتاكله اكتر من النار اللي في جسمه، فالمروحه اللي جات له دي من اهل الخير ومش هو اللي جابها. فالتسع شهور باذن الله هيدفعوا له، وباذن الرحمن مع اهل الخير مؤسسه فذكر هيجيله الشقه اللي هو بيحلم بيها، وهيدفع الايجار وحاله هيبقى احسن. وهتشوفهم مكملين خطوه بخطوه كل جديد في حياته، عشان انتوا حضراتكم ربنا خلانا اللي احنا نوصل عم رشاد وبتامنونا الامانه دي ننزل ونوريكم ده اللي احنا هنعمله خطوه بخطوه. شوف عم رشاد ان شاء الله المره الجايه يبقى فين. بص يا سيدي، انا فرحان جدا طبعا بمؤسسه فذكر اللي عملت معايا انجازات كتير، الحمد لله رب العالمين. والسادة المشاهدين اللي شايفين دلوقتي على الشاشة، أنا بشكر بلدي بورتوس، الناس اللي بتساعدني بورتوس، ناس كويسة جدا، ناس محترمة جدا، لا ذكر أسماء.
لان اللي بيساعد بيساعد من عند ربنا سبحانه وتعالى. فانا ما اعلم ربنا اللي يعلم، انا ما بعرفش اشتغل وغصب عني يا رب العالمين، فسامحوني انا اسف جدا. انا لازم اقول كده، عمري ما يمكن اي حد يعني بيساعدني. لا في ناس بتساعدني، مش ما بقولش الناس بتساعدني، لا في ناس كتير بتساعدني. ومؤسسة تذكر، مؤسسة تذكر عملت معايا انجازات كتير جدا ولسه مكملة معايا، وأستاذ يونس ربنا يبارك فيه وربنا يبارك في مؤسسة تذكر وأهل مؤسسة تذكر وكل اللي شغالين في مؤسسة تذكر، والشيخ أحمد المبارك ربنا يحفظه ويحفظ أستاذ الدعاء ويحفظ أستاذ الشباب، ربنا يحفظه من رب العالمين ويحفظ كل اللي شغالين في مؤسسة تذكر رب العالمين. وأتمنى يعني أستاذ يونس مكمل معايا، وانا استاذ يونس انا فرحان جدا ان انت دخلت عليا بالحاجه دي بصراحه. الحمد لله من عند الله، مش ونعم بالله، مجرد بسيط. وهو سمو ربنا، سمو انت جعلك، ربنا جعلك سبب ليا الحمد لله، وانت ربنا يخليك لي يا رب بخاطرك زي ما بتبقى بخاطر اولادي. ربنا يبارك فيك، ربنا يحفظك جدا. مكملين مع مرشد مش هنسيبه، وحضراتكم هتشوفوا اللي بيحصل معاه خلال الايام. شارك معانا واتصل بينا على الارقام التاليه 012 77 67 97 88 أو 010 555 99 8، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت.